مرحبا، سأكون معكم أنا رويدة أبو عيد بعد قليل في نشرتي الأخيرة. في ملفاتنا الرئيسية اليوم سنتابع إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية اللبنانية ونرصد دلالتها، كما سنتابع طلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو ونرصد ردود فعل موسكو. في الملف العراقي، مقتضى الصدر يشن هجوما لاذعا على القضاء العراقي ويشدد على رفضه العودة إلى النظام المحاصصة. وفي اليمن، إعادة فتح مطار صنعاء لأول مرة منذ 6 سنوات. هذه الملفات وغيرها ستكون محور نشرتنا في تمام الساعة 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت القدس على شاشة التلفزيون العربي. يمكنكم أيضا متابعتنا عبر بثنا المباشر على قناتنا في اليوتيوب. انتظرونا.